يتجه ملف متضرري الزلزال بولاية ميلا نحو الحلحلة النهائية استناداً للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي أكد خلال اللقاء الموسع لاستعراض الملف أنه على أبواب الغلق. نقول إجمالاً كل الوعود التي قطعت من طرف سيد وزير السكن، ولا وزير السكن كانت باسم سيد رئيس الجمهورية، وسوف ننجزها إن شاء الله في أجلها بإذن الله. ونقول كذلك، نطمئنكم أننا مشاكلكم هي مشاكلنا. استعرضت مكاتب الدراسات الوضعية الطبوغرافية والعمرانية والهندسية والتقنية لتصورات وضع إنشاء التحصيصات التي بلغت مجموع 3059 قطعة مخصصة للمتضررين. غاد ديالنا سي كوم دو مارشي افونسي sur une gestion partagée, une gestion solide. Inch'Allah, dans les jours à venir, toutes les questions que vous avez trouvées, Inch'Allah, ensemble, des solutions pour continuer vers les étapes là où j'ai. بودي أن أوجه رسالة شكر على كل حال للسيدين الأمينين العامين لوزارة الداخلية ووزارة السكن، ثم السيد الوالي، لأنه حقيقة راه موقفين على يعني اجتمعنا بلا ربعة وكانوا وعدونا وبدأ الوعود بدأت تتجسد إن شاء الله على أرض الواقع. تصورات إيجابية إذن يؤكدها ممثلي متضرري الزلزال أمام التقدم المسجل في ملف التحصيصات بانتظار بقية التفاصيل.